بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه بكره مؤمن وليد. كنتمنى تكون اخواتي بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم تكون عباره على واحد العصير منعش وبارد، يعني تيجي بالقلاح والفريز. كنتمنى اخواتي تجربوا لنا اللي يعجبكم. اذا عجبكم ديروا لايك للفيديو وشاركوا القناه باش تطلبوا جديد الوصفات. كنتمنى لكم حجه ممتعه. بالنسبه لهذا العصير هذا غنحتاجوا على بركه الله واحد 300 400 غرام ديال القلاح. غادي نحتاجوا حبات ديال الباربا مسلوقه بطبيعه الحال. غادي نحتاجو عندي هنايا واحد 4-5 المعالق ديال مركز ديال الفراوله اللي تبخلو حضرت معكم، غادي نظهر الربيع ديالو دابا. اخوات اللي ما عندهمش مركز ولا ما محضرينش مركز ديال الفراوله، فيمكن لهم يعوضو بواحد 5-6 حبات ديال الفريز عادي. غادي نحتاجو لواحد 250-250 مليلتر ديال الماء، ما نكثروش الماء لانه كنعرفو الدلاح ديجا فيه الماء. غادي نحتاجو واحد 2 علب ديال الياغورت، علب ديال الياغورت أو الزبادي. غادي نحتاجو واحد الخنيشة ديال السكر فانيلا، معلقة صغيرة من السكر فاني. وغادي نحتاجو، أنا غادي نحلي بالعسل لأن كتعرفو أن هاد المركز هذا سبق لو حضرت معكم ديجا فيه الحلاوة، يعني حلو. غادي نحاول دابا نهرس شوية بالعسل، يعني غادي نحاول نهرس شوية الحلاوة بالعسل، يعني غادي نحلي بالعسل. بطبيعة الحال لي مبغاش العسل يدير السكر ماشي مشكل. هذا هو المكونات ديالنا. غادي نسعى بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرو اخواتي، غادي نحاولوا اننا المقدار ديال الماء اللي عندنا نطحنوه مع الدلاح هو الاول، من بعد ما غنطحنوه نصفيوه عاد غادي نرجعوا هذا الخليط هذا للخلاط الكهربائي. يعني تنطحنوا الماء مع الدلاح نصفيوه ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا تتم المراحل. طبيعة الحال هنا كتلاحظوا معايا طحنا خدينا هاد الدلاح ديالنا، طحناه مع الماء وصفيناه، ديناه للخلاط الكهربائي. غادي نضيف عليه هنايا المركز ديال الفراولة اللي عندي، غادي نضيف عليه الياغورت. يمكن لكم طبيعة الحال ديرو إما ياغورت طبيعة الحال عادي يعني ناتيوغ، إما سوا يكون حلو ولا مسكيت ماشي مشكل. غادي نضيف هادوك الحبات ديال البرد اللي عندي، نضيفو العسل. كنا غادي نحليو بالعسل بطبيعة الحال. أخوات يمكن لهم يديرو السكر على حسب الذوق، لأن كتعرفو هاد المكونات تكون عايدة منها الطبر يعني حلاوتها فيها. نعرفو البطيخ كيكون حلو، البربة هي كتكون حلوة. نسمو بشوية ديال الفاني. غادي نجي هنا على بركة الله، غادي نحاول نطحن جميع هاد المكونات هادي وتنقدمهم بالصحة والراحة. العصير تاعنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طحناه فتندخلو حتى وكان يبرد وتنقدموه بصحة وراحة. تيجي رائع هاد العصير هذا ومنعش، فكنتمنى تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم. الى عجبكم حلتي مع اخواتي ما تنسوش تديرو لايك الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات الى حلقة مقبلة بحول الله.